ينضم إلينا نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ناصر الشريد. أهلا وسهلا بك معالي. إذا نتحدث عن الخطوات الفعلية في التطبيق انعكاسا لرؤية جلالته في هذا الجانب. مساء الخير أخت غادة، ومساء الخير لكل مشاهدينك. الحقيقة اليوم فضول متابعة الدورية اللي بقوم بها جلالة سيدنا الله يطول عمره وسموه ولي العهد، كان لنا لقاء لاستعراض تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام واللي هو بيمتد من 2023 ل 2025. استعرضنا اليوم ما تم تحقيقه من اولويات. اليوم انجزنا 32 اولويه من اصل 51 اولويه كان مخطط ان تنتهي في العام الحالي، وباذن الله راح نستطيع انه نستكمل باقي الاولويات قبل نهايه هذا العام، باستثناء ثلاثه تم تأخيرها لمطلع العام القادم في ضوء إعادة برمجة وتخطيط لتلك الأولويات. اليوم استطعنا أيضا أنه نمشي بمسارات التحديث. كما يعلم الجميع أهمية التحديث الإداري كرافعة للتحديث الاقتصادي والتحديث السياسي. اليوم بدأنا بالدراسات التفصيلية المطلوبة لإعادة هيكلة جهازين مهمات، وزارة الاستثمار وإنشاء وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية اللي راح تحل محل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، اللي راح بإذن الله تقوم بتطوير وتحديث منظومة التعليم بمراحله المختلفة، الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة، الاهتمام بمرحلة التعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوي بمساريه الأكاديمي والتقني والمهني، وصولا إلى مرحلة التعليم العالي. أيضا بالنسبة لوزارة الاستثمار، أهمية الدور اللي معطى لهذه الوزارة وفق قانون البيئة الاستثمارية الجديد، وفق قانون الشراكة مع القطاع الخاص الذي أقر مؤخرا. الوزارة راح يتم إعادة هيكلتها لحتى تعنى بشكل رئيسي بمحاور الصلاحيات التي أعطيت لها بموجب هذه القوانين، واللي بشكل رئيسي راح تكون معنية بالترويج وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، معنية بتقديم خدمات أفضل للمستثمرين بما ينعكس إيجابا على رحلة المستثمر، تنظيم وإدارة المناطق التنموية والحرة، وأخيرا إدارة وتطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. نعم. طبعا هذا الإصلاح في الهياكل المؤسسية هو المرحلة الأولى من الخطة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، بما يمكننا من وصول إلى جهاز حكومي فاعل وفعال في تقديم الخدمات المطلوبة منه للمواطنين وللقطاع الخاص. أما في جانب الموارد البشرية، الحقيقة اليوم الحكومة خطت خطوات عديدة سواء كانت تشريعية أو إجرائية لتمكين من إحداث التغيير المطلوب في منظومة الموارد البشرية. نعتقد التعديلات التي قامت بها الحكومة على نظام الخدمة المدنية مؤخرا المرتبطة بإدارة المخزون في ديوان الخدمة المدنية، المرتبطة بتعديل عدد من الأنظمة والتعليمات المرتبطة بتقييم الأداء والمكافآت، أيضا النظام اللي راح يقر قبل نهاية هذا العام لإنشاء هيئة الخدمة العامة. كيف سيتم التعامل مع طابور الانتظار فيما يتعلق بالخدمة المدنية ما بعد التعامل مع هذا الإجراء؟ يا سيدتي، احنا من شهر 7 العام الحالي اعلنا خطتنا لهذا الموضوع. نعتقد انه
مخزون ديوان الخدمة المدنية عليه العديد من الملاحظات. لهذه الغاية راح يتم وقف استقبال أي طلبات جديدة من نهاية هذا الشهر، بحيث اليوم فقط من الآن حتى 2027 يتم التعامل مع المخزون القائم، واللي اليوم وصل إلى أكثر من 450 ألف طلب. بحاجة أن نكون واضحين أن القطاع العام في أفضل سنواته لا يستطيع أن يولد أكثر من 7 إلى 10 آلاف فرصة سنويا، فبالتالي استيعاب هذا المخزون لا يمكن أن يكون من القطاع العام، بل بحاجة إلى أنه يتوجه إلى وظائف في القطاع الخاص. وأخيرا نعتقد أنه المشغلين الرئيسيين في القطاع العام اللي هم قطاع التربية والتعليم وقطاع الصحة، اعتبارا من الربع الثالث من هذا العام راح يكون عندهم المخزون المرتبط بوظائفهم، واللي راح يتم إدارتها من قبل تلك الوزارتين حتى يتم استيعاب ما يكون استيعابه خلال ال3 إلى 4 سنوات قادمة من هذا المخزون. ولكن أيضا هنالك خطط مرتبطة بإتاحة هذا المخزون للقطاع الخاص. الجهد اللي عم يبذل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لتحفيز مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لخلق مزيد من فرص العمل. تحدثت عن أولويات سيتم العمل على تأخيرها للعام المقبل، فما هي أهم هذه الأولويات وما هو السبب في تأخيرها؟ يا سيدتي، هم 3 أولويات بالتحديد. الأولوية الأولى مرتبطة بتعزيز القدرات المؤسسية في التخطيط الاستراتيجي. هنالك برنامج تم تأجيل إطلاقه حتى شهر شباط من العام القادم. الأولوية الثانية مرتبطة بتطوير برنامج للقيادات الحكومية الشابة. معهد الإدارة العامة بإذن الله راح يطلقه في شهر 3 من العام القادم. والأولوية الثالثة مرتبطة بتطوير منظومة المسارات الوظيفية والمهنية، تم إعادة ترتيبها لتتوافق مع مخرجات مسار تقييم الكفايات الوظيفية، واللي بحاجة إلى مزيد من الوقت لإنجازه. نعم، فيما يتعلق بمرحلة الدمج التي تفضلت بالحديث عنها، هل سيشمل ذلك وزارات أخرى؟ والحديث هنا على الأقل يشمل وزارة العمل. يا سيدتي، خارطة تحديث القطاع العام اللي تمتد ل10 سنوات قادمة حكت بالتوصيات اللي ارتبطت ب إعادة الهيكلة، الدمج أو الغاء. بدي أذكر أنه أحد التوصيات كانت مرتبطة بإلغاء وزارة العمل، تم التراجع عنها بناء على الحوار الوطني اللي قام به المجلس الاقتصادي والاجتماعي. واليوم هذه التوصية تبنتها الحكومة بعدم إلغاء الوزارة، وسيتم العمل على إعادة هيكلة الوزارة لتطوير قدراتها الفنية والتشغيلية خدمة للمواطن ولأصحاب العمل. شكرا جزيلا لك نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية ناصر الشريدة.